السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله سأتكلم عن أم المؤمنين صفية بنت حوي بن أخطب رضي الله عنها. نسبها رضي الله عنها هي أم المؤمنين صفية بنت حوي بن أخطب بن سعنة، أبوها سيد بني النضير من سبط لاوي بن نبي الله إسرائيل أي يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام، ثم من ولده هارون بن عمران أخي موسى عليه السلام. وأمها هي برة بنت سموئل من بني قريظة، كانت مع أبيها وابن عمها بالمدينة. فلما أجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وساروا إلى خيبر، وقتل أبوها مع من قتل من بني قريظة. زواجها قبل رسول الله وظروف زواجها منه عليه الصلاة والسلام. تزوجها قبل إسلامها سلام بن مكشوح القرضي، وقيل سلام بن مشكم، فارس قومها ومن كبار شعرائهم. ثم تزوجها كنانة ابن أبي الحقيق، وقتل كنانة يوم غزوة خيبر التي كانت في السنة السابعة للهجرة، وأخذت هي مع الأسرى. فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، وخيرها بين الإسلام وبين البقاء على دينها، قائلا لها: اختاري، فإن اخترت الإسلام أمسكتك لنفسي أي تزوجتك، وإن اخترت اليهودية فعسى أن أعتقك فتلحقي بقومك. فقالت: يا رسول الله، لقد هويت الإسلام وصدقت بك قبل أن تدعوني، حيث سرت إلى رحلك، ومالي في اليهودية أرب، ومالي فيها والد ولا أخ، وخيرتني الكفر والإسلام، فالله ورسوله أحب إلي من العتق وأن أرجع إلى قومي. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها. وكانت ماشطتها أم سليم أم أنس مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي مشطتها وعطرتها وهيأتها للقاء النبي عليه الصلاة والسلام. وأصل هذه القصة ما ورد في الصحيح عن أنس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب، وقد قتل زوجها وكانت عروسا، فأعتقها النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها. حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي عليه الصلاة والسلام عريسا، فقال: من كان عنده شيء فليأتي به. فجعل الرجل يجيء بالتمر، وآخر يجيء بالسمن، والثالث بالسوائق. السوائق هذا يعني طعام يتخذ من مطقوق الحنطة والشعير. فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة قال: فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءة، أي يفرش لها عباءة، ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب، رواه البخاري. ووجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخدها لطمة، فقال: ما هذه؟ فقالت: إني رأيت كأن القمر أقبل من يثرب فسقط في حجري، فقصصت المنام على ابن عمي بن أبي الحقيق فلطمني، وقال: تتمنين أن يتزوجك ملك يثرب؟ فهذه من لطمته.
وكان هدف رسول الله عليه الصلاة والسلام من زواجها إعزازها وإكرامها ورفع مكانتها، إلى جانب تعويضها خيرا مما فقدت من أهلها وقومها. ويضاف إلى ذلك إيجاد رابطة المصاهرة بينه وبين اليهود لعله يخفف عداءهم ويمهد لقبولهم دعوة الحق التي جاء بها. وأدركت صفية رضي الله عنها ذلك الهدف العظيم لرسول الله، ووجدت الدلائل والقرائن عليه في بيت النبوة، فأحست بالفرق بين الجاهلية اليهودية ونور الإسلام، وذاقت حلاوة الإيمان، وتأثرت بخلق سيد الأنام، حتى نافس حبه حب أبيها وذويها والناس أجمعين. ولما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثرت رضي الله عنها لمرضه، وتمنت لو كانت هي مكانه. فقد أورد ابن حجر في الإصابة وابن سعد في الطبقات عن زيد بن أسلم رضي الله عنه قال: اجتمع نساء النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي توفي فيه، واجتمع إليه نساؤه، فقالت صفية بنت حيي: إني والله يا نبي الله لوددت أن الذي بك بي. فتغامست زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: والله إنها لصادقة. صفاتها رضي الله عنها: كانت صفية رضي الله عنها امرأة شريفة عاقلة ذات حسب أصيل وجمال، ورثته من أسلافها، وكان من شأن هذا الجمال أن يؤجج مشاعر الغيرة في نفوس نساء النبي عليه الصلاة والسلام. وقد عبرت زينب بنت جحش عن ذلك بقولها: ما أرى هذه الجارية إلا استغلبتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ضوء ذلك يمكن أن نفهم التنافس الذي حصل بين صفية رضي الله عنها وبقية أمهات المؤمنين، ومحاولاتهن المتكررة للتفوق عليها، ولم يفت ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يسليها ويهدئ ما بها. تقول صفية رضي الله عنها: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقد بلغني عن عائشة وحفصة كلام، فقلت له: لقد بلغني أن عائشة وحفصة تقولان: نحن خير من صفية، نحن بنات عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فقال: ألا قلت وكيف تكونان خيرا مني وزوجي محمد وأبي هارون وعمي موسى؟ وعن مواقفها الدالة على حلمها وعقلها ما ذكرته كتب السير من أن جارية لها أتت عمر بن الخطاب فقالت: إن صفية تحب السبت وتصل اليهود. فبعث عمر يسألها فقالت: أما السبت فلم أحبه منذ أن أبدلني الله به الجمعة، وأما اليهود فإن لي فيهم رحما فأنا أصلها. ثم قالت للجارية: ما حملك على ما صنعت؟ قالت: الشيطان. قالت: اذهبي فأنت حرة. ولم تكن رضي الله عنها تدخر جهدا في النصح وهداية الناس ووعظهم وتذكيرهم بالله عز وجل،
ومن ذلك أن نفرا اجتمعوا في حجرتها يذكرون الله تعالى ويتلون القرآن، حتى إذا تليت آية كريمة فيها موضع سجدة فسجدوا، فنادتهم من وراء حجاب قائلة: هذا السجود وتلاوة القرآن، فأين البكاء؟ روايتها للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لها في كتب الحديث 10 أحاديث، وفي كتاب أسماء الصحابة وضعها ابن حزم الأندلسي في رقم 178 في من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء: ورد من الحديث 10 أحاديث، أخرج منها في الصحيحين حديث واحد متفق عليه. وحدث عنها علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ومولاها كنانة وآخرون. والحديث المتفق عليه أخرجه البخاري في الاعتكاف في باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. فعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في 10 الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب أي تخرج، فقام النبي عليه الصلاة والسلام يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما، أي كبر عليهم الأمر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. وفاتها رضي الله عنها. ولقد عايشت رضي الله عنها عهد الخلفاء الراشدين حتى أدركت زمن معاوية رضي الله عنه، ثم كان موعدها مع الرفيق الأعلى 50 هجرية لتختم حياة قضتها في رحاب العبادة ورياض التأله، دون أن تنسى معاني الأخوة والمحبة التي انعقدت بينها وبين رفيقاتها على الدرب، موصية بـ1000 دينار لعائشة رضي الله عنها، وقد دفنت بالبقيع، فرضي الله عنها وعن سائر نساء وأمهات المؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.